وللمزيد حول تطورات عسكرية في الساحة السورية معنا من إسطنبول العقيد حاتم الراوي. مرحبا بك سيادة العقيد. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. بداية، ميليشيا سوريا الديمقراطية تقول إنها قريبة من إحكام السيطرة على كامل الرقة، هل فعلا أن معركة الرقة في فصولها الأخيرة؟ معركة الرقة في فصولها الأخيرة، لأنها يعني داعش، القوات الموجودة من داعش الآن في الرقة غير كافية للاستمرار أو الصمود أو متابعة القتال. إنما يعني نلاحظ نحن أن قوات قسد تقاتل ببطء وبتلكؤ، لأنها أرهقت تماما في الرقة، وهي بالأصل غير يعني قادرة وغير كفوءة لخوض مثل هذه المعركة. أما عن أنها انتهت، فيعني أولا وأخيرا القوات المتبقية تحارب بطريقة انتحارية الآن، تواجدوا في منطقة الملعب والمناطق المحيطة له، وانحصرت قوات داعش ضمن هذه المنطقة، فقد تطول المناوشات. إنما عمليا يعني لا نستطيع إلا أن نقول أن معركة الرقة أشرفت على النهايات. طيب، عسكريا سيادة العقيد، ما معنى سيطرة ميليشيا سوريا الديمقراطية على الرقة؟ كيف سينعكس هذا على المشهد السوري؟ والله بالنسبة لسيطرة قوات قسد على الرقة، لن تستقر الرقة أو لن تستقر المنطقة الشرقية إجمالا على يد قوات قسد، لأنها أولا وأخيرا هي قوات غريبة عن المنطقة. يعني قد تكون مدينة الرقة تجمع الخليط من الناس بسبب وجود السد، وكانت مدينة صغيرة وكبرت وأصبحت من المحافظات المعقولة يعني بحجمها من خلال الوافدين بسبب أيام إنشاء السد وإدارته. لكن الرقة محاطة بعشائر عربية، ويعني مجرد أن يستقر الوضع لا يمكن لهذه القوات أن تشكل حكومة وتدير الرقة بشكل صحيح وتستقر لها الأمور. ستحصل تمردات وستحصل قتالات. طيب، محلية في الرقة. هناك روايات متضاربة حول الوضع في الميادين، هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات هناك؟ يا سيدي أشكرك على هذا السؤال، لأن معركة الميادين أشغلت الدنيا وهي لم يعني ليست موجودة. أنا سأصف لك بدقة لا متناهية ماذا حصل في الميادين. روسيا بعد سيطرة قوات قسد على حقل كولوكو، حقل الغاز ومعمل غاز كولوكو، نعم، أرادت أن تظهر يعني بعض التمرد أو شيء من المسابقة أو السبق للوصول إلى حقل العمر. نعم، حقل العمر النفطي الذي هو أكبر حقل نفطي في سوريا على الإطلاق. لكن حقل العمر يصل صوتي الآن؟ نعم. حقل العمر لابد من الدخول إليه من الميادين. فالذي حصل أن روسيا دفعت برتل من قوات النظام في البادية الجنوبية لدير الزور، يعني الضفة، بادية الضفة اليمنى الشامية لدير الزور. نعم. انطلقت من فوق بادية مو حسن باتجاه مدينة الميادين، لكن وكانت مدعومة بست حوامات روسية. الحوامات استطلعت الطريق وقصفت، أجرت يعني بعض عمليات القصف في المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الميادين وانتهى دورها. لكن المفاجأة التي حصلت، وهذا الكلام أقوله لك عن شهود عيان موجودين في المكان، نعم، أن قوة صغيرة جدا يقدرها الشهود ب 22 مقاتل من داعش انطلقوا على الرتل وفاجئوا في البادية وأبيد الرتل كاملا. يعني كانت النتيجة 87 قتيل من الرتل و12 أسير،
وآليتين جاهزتين لم يتمكن الشهود من تحديد طيب نوعها. المشهد العسكري في محافظة وانتهت معركة الميادين هنا، ولا توجد الآن أي قوات للنظام قريبة حتى من محيط مدينة. طيب المشهد العسكري في محافظة دير الزور معقد، لا سيما مع وجود عدة جهات فيها، فمن الشمال ميليشيا سوريا الديمقراطية، ومن الغرب والجنوب يهاجم النظام. ما هو السيناريو العسكري في دير الزور سيادة العقيد؟ في دير الزور أقول لك، الريف الغربي لدير الزور لم تجد فيه قوات النظام مقاومة كافية، لأنه بالأصل كان بعض العشائر، مثلاً عشائر قوات محنة الفياض شيخ أحد شيوخ البوسراية، وقوات راغب البشير أحد شيوخ البقارة، كانت المنطقة شبه هادية، و يعني دخل النظام وسيطر على الجانب الغربي من الريف دير الزور بدون عناء، يعني كما نقول. إنما الجانب الجنوبي الذي هو الأساسي، لأنه الجانب الغربي تحدها قوات قشد من حدود الرقة، يعني تحصل أما بالنسبة للجانب الجنوبي، وهذا أهم جانب، الجانب الجنوبي بعد أن فرض النظام سيطرته ونظف الطريق وأمنه بين دير الزور وتدمر، أيضا انطلقت قوات داعش من البادية وقضت على الحواجز الموجودة والقوات الموجودة في مناطق الشولة وقباجب وربشة ومفرق البغالة وحاصرت السخنة، فإذا لم يعد الطريق آمنا. الآن المعارك تجري على هذا الطريق كر وفر، نعم. لا يعتبر خطا آمنا. الخبير العسكري من الشرق كما قلت لك، عفوا أقل من دقيقة، من الشرق وضع الميادين كما وصفت لك، نعم. ومن الشمال، من الشمال النظام اليوم أعلن سيطرته على قرية حطلة التي تقع مباشرة على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وهذا ضمن الاتفاق الأمريكي لتأمين قواتها داخل مدينة جديد. الخبير العسكري العقيد الركن حاتم الراوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.